فما زلنا في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودائما نحن في رحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويتأكد الأمر أكثر فأكثر في كل وقت، وخاصة في هذه الأوقات التي يستعلن الشر فيها ويصر على الاستفزاز ويصر على الإساءات، ويصر أقوام ليس لهم هم في هذه الدنيا إلا إشعال الفتن وإشعال نيران الحروب، وإلا الاستهزاء بالمقدسات والشرائع، بل تجاوز الأمر حتى تطاولوا على الذات، على الله جل جلاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك ما قال سبحانه: فلا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا بد أن نتحرك وفق المنهج القرآني ووفق المنهج النبوي أيضا. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على نبيه أعظم الثناء في آيات كثيرة، نحن أحوج أن نتحقق بها: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. عندما تكون علاقات المؤمنين فيما بينهم وبين قياداتهم ومسؤوليهم بهذه الروح من الرحمة والتشاور واللين والعطف وإعطاء الحقوق إلى غير ذلك، والقرار واحد، عندئذ يكون لهذه الأمة القوة والكلمة. نحن الآن إذا أردنا أن نعالج هذا الذي نحن فيه، ليس لنا إلا أمران: القوة، لأننا في عالم مادي قاس لا يفهم إلا لغة القوة. ولكن ليس القوة وحدها، القوة والجانب الآخر الأخلاق. أما القوة فلأن الله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ومعنى ترهبون هنا أي توقعون في قلوب عدوكم الخوف منكم، من بأسكم، من قوتكم، فلا يجترئوا عليكم ولا يعتدوا عليكم ولا يتطاولون عليكم، ولو كان عندهم قوة فلا يستطيعون أن يستعملوا هذه القوة، لأن عندكم من قوة الردع لهم ما عندكم. فعندما تكون الأمة القوية تستطيع أن تردع عدوها، فلا يتطاول لا بلسان ولا يعتدي على حقوق ولا مقدسات ولا يقتل إنسان بغير حق، لأن المؤمن إذا ملك القوة يملك معها الأخلاق، ويملك معها المنهج القرآني الرباني، يملك معها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستخدم هذه القوة إلا بالحق. لكن الآخرين، وما دام أن منهجهم مادي، وما دام أن الشر يستعلي في قلوب كثيرين منهم، فقطعا سيستخدمون هذه القوة للعدوان وللاعتداء وللظلم على الآخرين. ومن هنا نصل إلى القضية الثانية، أنه لا بد من الأخلاق فينا أولا. عندما ننتصر لرسولنا عليه الصلاة والسلام بتجسيد أخلاقه العظيمة في واقعنا صلى الله عليه وسلم، فإذا ما امتلكت الأمة القوة من جهة، وامتلكت حسن التمثيل الأخلاقي العظيم لأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم،
عندها سيكون لها كل المهابة وكل الاحترام وكل التقدير من الآخرين. أما عندما تفتقد الأمة قوتها وعندما ينظر الآخر إلى هذه الأمة كيف تتعامل أخلاقيا على الأقل في تصرفات بعضها، فلا شك هنا أننا لن نجد هذا الاحترام من الآخر، ولن نجد هذا التسامح من الآخر، ولن نجد هذا التقدير من الآخر. عندما امتلك الصهاينة قوة إعلامية وسياسية واقتصاديا ونفوذا وعسكريا إلى غير ذلك، استطاعوا أن يستصدروا من القوانين ما يمنع الباحث وما يمنع المؤرخ وما يمنع المحقق أن يتكلم مجرد كلام في شأن يمس ما يسمى عندهم المحرقة، لأن القوة تتكلم وليس لأن الأخلاق تتكلم. وإذن إذا تأملنا في واقعنا أيضا، فأزمة العالم اليوم أزمة أخلاقية. نعم، أزمة أخلاقية. وقبل أن أدخل إلى هذه الأزمة الأخلاقية ونحن في ظلال ما يساء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأ آيات من كتاب الله كأنما تجسد لنا الواقع اليوم وكيف نتعامل معه. عندما يقول سبحانه: نون والقلم وما يسطرون، وقس عليها ما يسطرون من رسوم مسيئة ومن كلام مسف ومن تجاوز حتى على الله جل جلاله وعلى الشرائع كلها وعلى الأنبياء كلهم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إذن ليست هذه أول الاستهزاءات، وليست هذه أول الإساءات، وهو منهج للكفر والضلال مستمر. النبوة ليست جنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ولكن لأنه يساء للنبي عليه الصلاة والسلام، ويساء بالتالي لأتباعه وأحبابه وأصحابه، ويساء لكل الإنسانية المؤمنة ولكل مؤمن ولكل منصف، وإن لك لأجرا غير ممنون، يرتفع أجره عند الله صلى الله عليه وسلم كلما تعرض إلى مثل هذه الحملات الشوهاء المشوهة المشوهة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف يواجه ذلك صلى الله عليه وسلم؟ وإنك لعلى خلق عظيم. إذن يواجه كل ذلك صلى الله عليه وسلم، يواجه كل هذه الافتراءات وكل هذه الظنون وكل هذه الاتهامات بالخلق الأعظم. وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا ستكون النتيجة؟ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ستنكشف الحقائق، وسيرى الناس جميعا من هذا الذي يستحق أن يوصف بالجنون، من هذا المشوه، من هذا الذي يستحق أن يستهزأ به، من هذا الذي هو على ضلال، من هذا الذي هو مفترٍ. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إذن هنا الجوهر في القضية كلها يدور حول هذه القضية: وإنك لعلى خلق عظيم. فأن تأتي هذه الآية الكريمة في سياق الحديث عما يفتري عليه أولئك المفترون على رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذن منهج الأخلاق العظمى في مواجهة هذه الافتراءات، ولكن قطعا إلى جانب القوة. ولكن القوة قد لا تستطيع أن تمتلكها في لحظة من اللحظات، ولكن القوة لا تستطيع أن تستعملها في لحظة من اللحظات، ولكن موازين المصالح والمفاسد قد يقتضي في لحظة من اللحظات أن لا تستعمل القوة. وعندما نزلت هذه الآيات الكريمة من سورة القلم، لم يكن لدى النبي القوة، وكان النبي في حالة الاستضعاف، يمكن أن نقول إنها في حالتنا نحن اليوم. إذن عندما يكون المسلمون في حالة الاستضعاف، فالمنهج الأخلاقي الأعظم
بداية في تعاملهم مع أنفسهم، ثم في تجسيد أخلاق القرآن العظيم، وفي تجسيد أخلاق النبوة، ليكون لهم أبلغ الأثر في أنفسهم من جهة، وليكون لهم أبلغ الأثر في التأثير على الآخرين من جهة أخرى. ومرة أخرى، نحن أحوج ما نكون إلى هذه الأخلاق النبوية الأعظم، لأننا فعلاً إذا جئنا نشخص حالة العالم اليوم، فإن الأزمة أزمة أخلاقية، أزمة أخلاقية. يقتل عشرات الألوف من المسلمين ثم لا تجد من ينتصر لهم، بينما إذا قتل البعض، ومع العلم أن علماء المسلمين أدانوا قتل الأبرياء والمدنيين، فإذا بالعالم ينتفض. ما بالكم؟ أين الأخلاق؟ لينتفض من ينتفض لقتل أي بريء أو أي مدني، ولكن عشرات الألوف تقتل علنا وتحت أجهزة الإعلام والتصوير، ليس بأمر خاف، لا يتحرك أحد، بل يمعن الآخر في القتل. عشرات السنين أهلنا في فلسطين يتعرضون إلى الظلم ويعاونون الظالم. أين الأخلاق إذن؟ أين الأخلاق عندما يشارك أكبر وأخطر إجرام إرهابي في العالم نتنياهو؟ قال يتظاهر ضد الإرهاب، وهو الإرهابي الأول، وهو الإرهابي الأخطر، وهو الإرهابي الأسوأ. أين الأخلاق اليوم؟ أين الأخلاق اليوم عندما يموت الكثيرون جوعا أو بردا أو سقيعا، بينما بعض من حباهم الله مالا لا يعرفون كيف ينفقون أموالهم تبذيرا وإسرافا وعلى العاهرات والملاهي والفجور؟ أين الأخلاق إذن؟ أين الأخلاق في مثل هذه الأحوال، عندما تجد الأمم تنفق المليارات على التسليح، ولكن شعوبا بأكملها ودولا بأكملها ترزح تحت الفقر؟ والقضية لا تحتاج ربما إلا إلى شيء من الخطط المحكمة لإنقاذ هذه الدول. إذن نحن مشكلتنا، أزمتنا، أزمة أخلاق. وحتى إذا نظرنا إلى داخلنا أيضا، ليس فقط على مستوى العالم، عندما تجد، وهذا من باب النقد الذاتي أيضا، عندما تجد من ينتسب إلى العلم الشرعي ويسول لنفسه أن ينافق لأي كان، فيصفه تارة بأنه كموسى أو كعيسى أو كهارون أو كمحمد صلى الله عليه وسلم، أي نفاق هذا؟ أين الأخلاق؟ أو عندما تجد من ينتسب إلى العلم الشرعي ويسمح لنفسه أن يبرر للظالم ظلمه ويقول له اضرب ولو بالمليان، اضرب، أنت مسؤول عن كلمتك أمام الله، أنت تنطق باسم الشرع، أنت تبرر للظالم، أنت تفتي بالقتل، أين الأخلاق؟ لا أريد أن أقول أين العلم، لأن العلم موجود، لكن في الحقيقة أين الأخلاق؟ وغير ذلك من الأمور، عندما تجد من ينتسب إلى العلم الشرعي وهو يعلم الحكم الشرعي حقيقة، لكن الأخلاق التي فقدها تمنعه أو تدفعه لأن يقول الباطل، فيبيح صورا من الربا أو صورا أو للخمر إرضاء لنزوات أصحاب النزوات، أين الأخلاق؟ القضية ليست مشكلة في الجهل، ولا مشكلة في العلم، ولا مشكلة في المعلومات، القضية مشكلة في الأخلاق. لذلك فضلا طبعا عن التعامل الأخلاقي في الأسر، في الجيران، في الحقوق المالية إلى غير ذلك، نجد كلنا معرض لخطأ من هذا القبيل. الخطأ شيء، وأن يرجع عنه الإنسان بتوبة وإصلاح شيء آخر، لكن الإصرار على الإمعان بالإجرام والقتل والإفقار للآخرين وتبذير أموال الأمة بينما الآخرون يموتون جوعا، والانتصار لحالات معينة باسم معارضة إرهاب أو نحو ذلك، ولكن في المقابل عشرات الألوف من المسلمين يقتلون كأن شيئا لم يكن، إذن نحن نعيش أزمة أخلاقية حقيقية. نعم، هذه الأزمة الحقيقية الأخلاقية
لأن الإنسانية كلها ابتعدت عن منهج الله، ابتعدت عن منهج الرسل والأنبياء، عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه سبحانه في سياق الحديث عن افتراءات الافتراء، عن افتراء في سياق الحديث عن افتراءات المفترين عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك عندما يتحدث رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الأخلاق، ما أعظم حديثك يا سيدي يا رسول الله عن الأخلاق، وكم هي المنزلة العظيمة التي جعلتها للأخلاق الحسنى، جعلها مناط الإيمان وحقيقة الإيمان. عندما يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. إذا وجدت إنسانا ذا خلق حسن حقا معناها في إيمان، وإذا لم تجد خلقا حسن معناها لا إيمان. وعندما يبين عليه الصلاة والسلام أن ميزان الخيرية الخلق الحسن، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وعندما يبين عليه الصلاة والسلام أن حقيقة البر هو الخلق الحسن، والبر كلمة جامعة لكل خير، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعندما يبين عليه الصلاة والسلام أن طريق الجنة منوط بالأخلاق، فيبين عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. هذا أخلاق أيضا. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وهذا أخلاق أيضا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فكلها منوطة بالأخلاق. ويسأل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وأكثر ما يدخل الناس النار، فيبين عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. الفم كذب، شهادات زور، اعتداء على الآخرين، تطاول، تزوير للحقائق، أكل بالباطل، والفرج كما تعلمون. وعندما يبين عليه الصلاة والسلام أنك تدرك بالأخلاق الحسنى مقامات العابدين الأرقى، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهنا شيء خطير، عندما تجد إنسانا ربما يتظاهر بقيام أو صلاة أو صيام، ثم لا تجد لا سمح الله هذا الخلق الأحسن، إذا لم تؤثر به صلاته ولم تؤثر به صيامه، وإذا ما نصيبه من ذلك؟ إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا عندما نجد أنه يبين أن عظم الأجر في الأخلاق، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. وهكذا يمضي بنا عليه الصلاة والسلام وهو يغرس فينا هذه القيم العظيمة، قيم الأخلاق الأعظم، كيف يتعامل المسلمون فيما بينهم صدقا، عدلا، استقامة، رحمة، لينا، عطفا، أداء للحقوق، تواضعا، حلما، صبرا، إلى غير ذلك من أخلاقه العظيمة. وحتى في تعاملهم مع عدوهم أيضا وفق المقتضى الشرعي ووفق المقتضى الأحكام الشرعية بأحوالها. لذلك القرب من النبي والبعد منه ميزانه الأخلاق، وحب النبي وبغض النبي صلى الله عليه وسلم له للآخر ميزانه الأخلاق. إن من أحبكم إلي كما يقول عليه الصلاة والسلام: وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، يعني لا أخلاق. قالوا: قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. ولذلك نجد كيف جاءت وصايا عظيمة له صلى الله عليه وسلم
جامعة في قضية الأخلاق، لا نستطيع أن نقف مع بعض هذه الجوامع، ولكن حديثان مختصران: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والحديث الآخر: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فصلى عليك ربي يا سيدي يا رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. بالقوة والأخلاق ننتصر على كل إساءات المسيئين، ننتصر لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.